هنالك حديث يرويه الشيخ الصدوق رحمة الله عليه في كتابه فقيه من لا يحضره الفقيه. هذا العمل الذي نراه متواضعا ولكن له قيمة كبيرة عند الله، وهذا الثواب المذكور في هذه الرواية مضمون على الله طبقا للروايات الصحيحة المعتبرة. من شرب الماء وذكر الحسين صلوات الله عليه ولعن قاتليه كتب الله له 100,000 حسنة. هذه الحسنة الإنسان مو حاضر يوم القيامة يعطيها حتى لأبيه وأمه لأنه محتاج إليه. الله يكتب له بهذه الكلمات 100,000 حسنة ويمحو عنه 100,000 سيئة ويرفع له 100,000 درجة ويكتب له ثواب عتق 100,000 نسمة. كم؟ 400,000 بكلمات، ولا نستكثر ذلك على كرم الله وعلى لطف الله. هذا كان منهج آبائنا، منهج أجدادنا، منهج أمهاتنا، كانوا مقيدين بهذا الشيء. عندما يشرب الماء يذكر الحسين صلوات الله عليه ويلعن قاتليه، هذا نوع من الإحياء لذكر سيد الشهداء في قلب الإنسان.